أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في من يؤخر الصلاة في المساجد ويأتي ويصلي في المسجد متأخراً عن الصلاة، وهل هناك فرق بين حكمه في من يؤخر الصلاة في المساجد؟ نعم. فيأتي ويصلي في المسجد متأخراً عن الصلاة، وهل هناك فرق بين الجماعة الأولى والجماعة المتأخرة؟ اللي تعمد ويتأخر عن الجماعة ويقول أصلي جماعة بعدهم ما يجوز هذا، هذا تفرق بين المسلمين فلا يجوز هذا، هذا حرام. أما إنسان جاي بيصلي مع الجماعة وفاتت في الصلاة فلا بأس أنه يقيم جماعة ثانية لأنه معذور. أما اللي تعمد ويقيم جماعتين في مسجد واحد فهذا لا يقره الإسلام ولا يجيزه أبدا. نعم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا يعني ما جاءهم البينات، فلا يجوز التفرق في أمور العبادات وغيرها بين المسلمين. نعم.